هاد الوليدات هادو فعلا انا منين سمعت انه متشرد اوتوماتيكمون عرفت على ان اكيد غادي نكون تنعرفو اكيد غادي يكون من الوليدات ديالنا. فعلا منين نقلت العين المكان كيف ما لاحظتوا ان لقيت الوليدات هنايا اللي تيتعطاو لا 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 المادة اللاصقة ولا المادة القابلة للاستعالة التي يشموا بها، فعلا تعرفت عليهم وقالوا لي فوالا ان الوليد ايوب هو اللي تصاب ميت. لهذا حنا تندعيو له اول حاجة بالرحمة وتندعيو له هاد الوليدات هادو بالهداية وبربي سبحانه وتعالى يعفو عليهم ويرجعوا للبيوت ديالهم او لا. وكذلك تندقوا ناقوس الخطر للمرة المليون ان هاد الوليدات هادو راه المقر ديالهم ماشي هو الشارع. السلام عليكم، اسماء قبة رئيسة الجمعية المغربية لمناهضة العنف والتشرد. بحالي بحال جميع المواطنين ولا المتتبعين ديال موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، قبيلة تنتصفح لاباج فيسبوك ديالي فاذا به تيطلع لي بعض المنابر الاعلامية انها نقلبت مباشره من هنا من باب الغول وان طفل متشرد ولا شاب متشرد لقوه مقتول ولا ميت ولا الله اعلم بالحاله ديالو. هذا اللي غادي تصفر عليه يعني التشريحات الطبيه وكذلك الشرطه القضائيه. هاد الوليدات هادو فعلا انا منين سمعت انه متشرد اوتوماتيكمون عرفت على ان اكيد غادي نكون تنعرفو اكيد غادي يكون من الوليدات ديالنا. فعلا منين نقلت العين المكان كيف ما لاحظتوا ان لقيت الوليدات هنايا اللي تيتعطاو المادة اللاصقة ولا المادة القابلة للاستعالة التي يشموا بها. فعلا تعرفت عليهم وقالوا لي فوالا ان الوليد ايوب هو اللي تصاب ميت. لهذا حنا تندعيو له اول حاجة بالرحمة وتندعيو له هاد الوليدات هادو بالهداية وبربي سبحانه وتعالى يعفو عليهم ويرجعوا للبيوت ديالهم او لا. وكذلك تندقوا ناقوس الخطر للمرة المليون ان هاد الوليدات هادو راه المقر ديالهم ماشي هو الشارع، المقر ديالهم انهم يكونوا يا اما داخل الاسر ديالهم يا اما داخل لي سونتخ يتعالجوا من الادمان، يتعالجوا من يتعلموا حرف، يرجعوا للاسر ديالهم ما يبقاوش هكا في الشارع. لان اطفال متشردين اليوم هم مجرمو الغد. حنا تنعرفوا ان هاد الاطفال المتشردين اللي في الشارع راهم تيتعرضوا للاغتصاب، تيتعرضوا للاستغلال الجنسي، تيتعرضوا للاستغلال في الجريمه في الجنح، لان كاينين عصابات ولا اشخاص اللي راهم معروفين عند 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 الشرطه انهم تيستغلوا هاد الاطفال هادو في الجنح، تيديهم يا اما تيسرقوا بهم يا اما تيبيعوا بهم المخدرات يا اما تيخدموهم في جنح اللي الوليدات مازال مساكن ما عارفينش شنو المصير ديالها حتى تلقاو راسهم داخل اسوار السجن او لا في مراكز ديال الحريه المحروسه. لهذا تنطلبوا من الوزاره الوصيه على القطاع ولا على الفئه هذه انها تشوف بعين الرحمه وبعين الاعتبار وبعين الانسانيه في هذه الفئه هذه ديال 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 الوليدات ديال الشارع. ولا تنقولوا اطفال في وضعيه الشارع، لان الشارع ما تيولدش وانما هم اطفال في وضعيه الشارع، تشوف بعين الرحمه. وكذلك تندقوا ناقوس الخطر ان اللي في غوج في رجعنا تلاحظوا واحد الفئه اللي هي كبيره، بنيات ديال 7 سنين، بنيه وليدات ديال 7 سنين، وبالخصوص بنات عباد الله، بنات بنت ملي تلقاها تتبيع كلينكس ولا تتبيع الورد ولا تتمسح زجاج ديال السيارات. اذا بنيه ديال 7 سنين 8 سنين 14 عام شنو غنتسناو منها؟ راه غنتسناو منها اكيد غادي نلقاو شي واحد اللي تكرفص عليها، وديك الساعه غيبقاو والديها يبكيو الويلات الويلات. لهذا الله يجازيكم بخير، جمعوا وليداتكم والدوله كذلك تحمل مسؤوليتها امام هاد الفئه هادي، يتحملوا مسؤوليتهم. هاد الاطفال هادو راهم تيتعرضوا للاستغلال وهذه هي التجاره في البشر، هذه هي التجاره في البشر. وكذلك ان يكون القضاء حازم ويكون جميع القطاعات الوصيه تكون حازمه على ان هاد الوليدات هادو ما خصهمش يستغلوا بهالطريقه هذه ديال انهم يوقفوا في لي فوغوج ويمسحوا الزجاج ديال السيارات باش يجمعوا ديك الدراهم المعدوده باش يديوها لوالديهم. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يكون الخير، وشكرا لكم بزاف بزاف، وعزاؤنا واحد في هذا المتشرد لان هو ابن الوطن هو ولدنا كاملين. شكرا. هادشي راه حشومه وعار، عار وحشومه. احنا لا ما عندنا لا حق لا قانون، وخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطيه، وحيا سيدنا محمد السادس. وكنتحملكم انتم مسؤوليه كصحابه باش الراي العام يوصلوا هذا الخبر ويعرف اش كيوقع. مع المواطن على الواجهه.